اي امور، ولكن يظل دائما النادي الاهلي خلف حكامه المصريين مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. كابتن سمير، ازي حضرتك؟ ازاي كابتن اسلام؟ ازاي حضرتك؟ سنه وحضرتك طيب، سلام على الاستوديو كله يا كابتن. الله يخليك استاذ شريف، وكابتن اسامه بيسلموا على حضرتك. كابتن سمير، اكيد حضرتك انا عارف ان انت بتتابع اولا باول ما يحدث في التحكيم سواء في مصر او في افريقيا. ما حدث مع الكابتن جهاد جريشه من وجهه نظرك كيف تراه؟ والله يا كابتن جهاد يعتبر من الحكام الاليت في قاره افريقيا، وعمل مباراه جيده جدا في ماتش النهائي اللي فات في مباراه الذهاب. في بعض الاخطاء دي وارده، بس جهاد اخطائه كانت معظمها فنيه، ومعظم الاغلبيه جم مع جهاد لان الاخطاء كلها تقديريه. وانا بصراحه مع جهاد في المباراه، معظم قراراته، القرار اللي استخدمه الاتحاد الافريقي قرار غريب جدا يا كابتن اسلام. وكنت اتمنى زي ما حضرتك بتقول ان قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي مع في خلف جهاد جريشه، المفروض كان الاتحاد المصري كان لازم يطلع قرار سريع بخصوص الموضوع ده، لان بصراحه لازم الاتحاد المصري هو اللي يقف مع جهاد في موضوع زي ده. جهاد من المرشحين اللي رايحين كاس العالم المفروض اللي جاي، القرار اللي زي ده ممكن ينهي فرصه جهاد في دخول القائمه الدوليه السنه الجايه، عشان ده 6 اشهر واحنا دلوقتي داخلين على في بدايه شهر 6. لو الاتحاد الافريقي عاوز ياخد قرار زي ده، كان اولى يتاخد ضد الحكم الاثيوبي تاملاك في مباراه الزمالك ومعهد التركان، صح؟ لان ده القرار المؤسس في نتيجه المباراه. نعم، انما الكيل بمكيالين، والاتحاد لغايه دلوقتي ما فيش رد، خاصه ان في عضو لجنه حكام كابتن عصام عبد الفتاح موجود في لجنه الحكام الرئيسيه، وعضو الاتحاد المصري لكره القدم، ورئيس لجنه الحكام المصري، كان لازم ليه تدخل، وانا منتظر تدخله لغايه دلوقتي. ان القرار بقى له حوالي 8 ساعات يا كابتن اسلام، وما فيش اي بيان طلع من الاتحاد المصري ولا لجنه الحكام. لا طبعا، ما هو جهاد الاسلام جاي فين دلوقتي؟ لسه بيفطر. المفروض في بولندا دلوقتي، في بولندا بيحكم كاس عالم للناشئين. هيحكم يا كابتن ولا مش هيحكم؟ هو رايح حكم في ار، حكم فار. حتى لو حكم في ار هيحكم ولا مش هيحكم؟ لا هو رايح في ار، بس هو وباملاك و ايوه يا كابتن معلش، المفروض هو من الحكام الرئيسيين اللي موجودين فوق مباراه يعني الحكم. طيب الحكم هل لو جاله مباراه يقودها في الفي ار خلال كاس العالم في بولندا القادم اللي هو موجود فيه دلوقتي، هل هيعملها ولا مش هيعملها بناء على هذا الايقاف يعني؟ يعني بص يا كابتن، طالما ان في ايقاف المفروض بيبقى سستند من كل حاجه، بس حتى هذه اللحظه لسه ما فيش حاجه باينه. ده قرار الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لازم يبلغ طبعا الاتحاد الدولي بقرار زي ده. الموضوع معقد، عشان كده يا كابتن اسلام المفروض كان لازم حد من الاتحاد المصري يتكلم دلوقتي. معلش حضرتك، عارف ان النهارده ممكن الناس بتصلي العشاء والتراويح ولسه يعني العشاء من صلاه الظهر يا كابتن اسلام، القرار طلع من بدري. انا حاولت اتصل بصراحه بجهاد كذا مره، قافل تليفونه للاسف، تليفونه مغلق، فبعت له قلت له طمني بس عشان نقدر يعني جهاد زميلي لازم ارد عليه، طالما مفيش حد من لجنه الحكام هيرد يعني. ما هو ده، ما هو احنا عشان كده انا حاولت والله انا كمان اكلمه بناء على ان هو حكم مصري والنادي الاهلي دايما ما بيعملش. المشكله لكن قافل تليفون في القرار السريع. يعني انت النهارده شفت مباراه كانت الترجي قبل نهائي افريقيا اللي كانت امام اول اغسطس، والحكم ارتكب كارثه، القرار ما اتاخدش اساسا خالص غير بعديها بشهر ونص ولا بشهر ونص. ما هي بص يا كابتن، دي علامه استفهام. هل في حاجه يا كابتن في الحكام من ضمن علامات الاستفهام اللي انا شايفها بصراحه بعد الماتشين بتاع الاهلي وبسري بتاع الزمالك اللي اتلعب الاخراني، ان الاتحاد المغربي واقف مع فرقته. انت قبل كده يا كابتن اسلام شفت اما الاهلي او الزمالك بيلعب في افريقيا وبيتعرض لظلم، ان الاتحاد بتاعك هو اللي بيبعت شكوى؟ المفروض الاتحاد المغربي هو اللي بيبعت عشان الشكوى عليك، صم بكم عمر قاعدين مع بعض، بيبعت يثبت الشكوى عليك. لا لازم انا مستغرب جدا يا كابتن سمير يتدخل في موضوع زي ده. جهاد حكم من الحكام الكويسين جدا، اخطاء عنده، اخطاء عنده زي اي كل الناس، بس المباراه اللي لعبها طيب. لا جهاد طبق سؤال يا كابتن سمير، سؤال وحضرتك انا عارف ان انت عارف الكلام ده كويس، هل هناك حكم تم ايقافه بسبب سوء اداء فني قبل كده في القاره الافريقيه خلال السنين اللي فاتت، ولا عندما يتم الايقاف يتم الايقاف قبل كده يا كابتن اسلام؟ بس مش بيبقوا بصراحه من الحكام الكبار. يعني الحكم الكبير مستواه الفني عالي، حتى لو ما عندوش توفيق في مباراه ما يتمش ايقافه كده. يعني انا شايف يعني اذا هناك علامات استفهام كبيره على هذا القرار. انا اوقف واحد في كاس عالم دلوقتي يعني حاجه غريبه، ولازم لو عنده كاس امم بعديها بعد شهر الحاجات. وخلي بال حضرتك يا كابتن سمير، ده عنده كاس عالم بعد كام يوم، سوري كاس امم في القاهره في بلده بالظبط.
بالظبط. انا عاوز اسال تحدي سافر. الحكم الاثيوبي ايه موقفه دلوقتي؟ الحكم الاثيوبي اخطا اخطاء فادحه، اخطا في تنفيذ القانون. ما فيش حاجه اسمها مباراه تعاد والكلام لا 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 طبعا الكلام ده كلام مش منطقي. هو اخطا اخطاء فنيه فادحه. ده اللي لازم يتحاسب مش جهاد. جهاد ايه؟ اخطاء تقديريه بس امشي مع الخطا التقديري احسن من خطا لعدم تطبيق القانون في العقوبات الانضباطيه. انا متاكد يا كابتن سمير ان ما اعرفش متخيل ومتاكد ان المهندس هاني ابو ريده هيكون له دور كبير في هذا الموضوع لانه لازم الحقيقه لان احنا بنتكلم عن او طبعا نتمنى. عارف يا كابتن اسلام انا مع حضرتك بس انا علامه الاسف هاني عندي عند عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح في لجنه الحكام الافريقيه. كابتن عصام عبد الفتاح نائب او عضو مجلس. لا هو عضو لجنه الحكام الافريقيه. عضو لجنه الحكام الافريقيه. لجنه الحكام المصريه وعضو في الاتحاد المصري. كان لازم هنا يبقى فيه تدخل. وانا مش بتكلم على حكم مستوى وحش لا كلنا عارفينه جهاز مستوى كويس مش وحش. في بعض الحاجات طبعا بتبقى زي موجوده عند اي حكم بس ما توصلش للقرار القوي ده وخاصه احنا بعد اسبوعين عندنا بطوله افريقيه في مصر وهم المرشحين الرئيسيين اللي ممكن يدير نهائي البطوله في حاله لا قدر الله المنتخب طبعا. ماشي كابتن سمير انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان خبرنا التحكيمي برضو في البدايه بس انا متاكد